السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامسونج جالاكسي A54 هو ده موبايل السنة الجديدة سنة 2023 بمواصفات خرافية، مع توقع إطلاق سامسونج A54 سامسونج جالاكسي في يناير 2023 بدل من شهر مارس. تستعد سامسونج لإطلاق هاتف جديد متوسط المدى ليحل محل جالاكسي A53 الذي تم إطلاقه في مارس من هذا العام. عن تصميم هاتف سامسونج جالاكسي A54 المرتقب بحسب ما ورد على موقع التكنولوجيا بأنه مشابه لتصميم هاتف A53 وفقا للتسريب حديث، سيحتوي الجالاكسي A54 على شاشة سوبر أومليد مقاس 6.4 بوصة تدعم نفس معدل التحديث البالغ 120 هرتز ودقة عرض فول اتش دي مثل A53 جالاكسي، ولكن حجم شاشة أصغر. في الخلف سيضم الهاتف سامسونج جالاكسي A54 ثلاث كاميرات خلفية بدلا من أربع كاميرات مثل جالاكسي A53، وسيحتوي الإصدار التالي على كاميرا رئيسية بدقة 64 كاميرا بدلا من كاميرا 50 ميجا بكسل في الإصدار القديم. ويتميز الهاتف القادم أيضا بمنفذ شحن USB-C في الجزء السفلي محاط بشبكة من مكبرات الصوت وميكروفون رئيسي وفتحة SIM مع ميكروفون منفصل في الأعلى وإطار يمين. يحتوي على الهاتف الذكي زر الصوت وزر الطاقة. لا يبدو أن زر الطاقة يحتوي أيضا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، لذلك من المحتمل أن يكون المستشعر مدمجا في الجزء السفلي من الشاشة مثل الـ A53، بينما سيحتوي الـ A54 على شاشة أومليد. يبلغ سمك الجالاكسي حوالي 8.2 ملم أو أسمك من الـ A53، ولكن من أن الشائعات السابقة أشارت إلى أن A54 سيحتوي على بطارية 5100 ملي أمبير، فقد يعني هذا بطارية أكبر. من المتوقع أن يتوفر الهاتف الجالاكسي A54 بحوالي $449 أمريكي، أي ما يقارب 11,000 جنيه مصري، وهو نفس سعر الإصدار الحالي لهاتف جالاكسي A53 كده. الهاتف ده يبقى جامد، يعني هو الكاميرا أكتر من 53 أكبر، الحجم أسمك من أسمك ده، لأن البطارية هتبقى أكبر كمان. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، فعل الجرس، دعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا جزيلا لكم.